فريمون مغروم بالاغاني الراب. لا لا فريمون مغروم. مغروم مش اغاني الراب. اي مغروم. ذوق رئيس الحكومه هكا. انا شاب الراب طلع وقت لي انا كنت صغير معناها. كبير على الراب. لا كيفاش كبير على الراب؟ الراب طلع قداش عنده 40 سنه ما تتخيل يشتغل على الراب ولا بدايه الراب وقتاش؟ الراب وقتاش بدا يطلع؟ تو 15 سنه تقريبا 15 20 سنه. وقت لي انا كنت عمري معناها 20 سنه. وقتها الراب بدا يطلع، وقتها الراب في تونس توا عنده 5 سنين توا ازدهر. ازدهر في عهدك خاصة. انا مشيت للحفلة هذيك يا اخي خاطر اكسبري، وكنت ماشي الحفلة نتاع وقتها جات شتاء في كارتاج يظهرلي في 28 اوت بعد وخروها. شنو اغنيتك المفضلة في الراب؟ شكون المغني المفضل نتاعك؟ شو اللي يعجبك؟ ثم اغاني تنتقد فيك في الراب معناها ضد السلطة ضد التيار ضد الحاكم. ديما الراب ناقم على الحاكم، يعبر على شعور نتاع شباب في حالة معينة. تو حاليا نسمع في يا عالم يا عالم. اش بيك؟ اي برشا اسرار. تعجبك؟ برشا اسرار حلوه. شنو هي اش لقيت فيه؟ برشا اسرار، حتى انا عندي برشا اسرار. غني هنا. لا 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 حتى لا كلمه مزيك. يا عالم النغم كيفاش تتقال؟ يا عالم. اوه يا عالم. ولكن شو معناها هو الشاب هذايا طور برشا والله. نسمع قبل ما يتعرف هو ما يعرفش لو ما نعرفوش. سماره سماره فما سماره وعلاء وفما حد اخرين فما بلتي وفما تبع فيه سماره بالذات تبع فيه تبع فيه منزل بورقيبه المدينه بنتك. ليه مغروم بالراب برسمي؟ شوف راهو ما تحقرش، راهو الشباب الكل لا يسمع. لا ما نحقرش بالعكس، حتى انا يعجبني. لا اي سيتي معناها انا نتبع الراب، انا فرد جيل انا وياك يعجبني الراب. ونتبع زاد بلتي ونتبع نسمعهم نسمعش كان هذا. ولكن الراب يعبر على حالة جيل، يعبر عن حالة جيل معين. والراب بدا في الجيل نتاعنا احنا، بدا في الجيل نتاعنا احنا، بدا معناها توا كيما قلت 15 20 سنه كان كبرنا معاه. الراب اون توكا يكره الحاكم، ذي حاجة معروفة، ويسب الحاكم وماذا به يعمل تمرد على الحاكم. وانت حاكم معناها بالعبارة الشعبية نتاع تونس. ينجم يأطر الشباب وينجم يعرف ذكر لا يعبر على الغضب نتاعهم، فن احتجاجي. احنا في نذكر في حملة 2014 ختمنا الحملة بكافون. اي كنت نتذكر حوماني نعرف.